شباب رمضان مبارك سعيد. هذا الشهر هذا هو شهر العمل والعبادة. علاش غندوي على رمضان بالضبط وما غندوي على حتى شهر اخر؟ حيت رمضان كان السبب في انني افونسيت بزاف في حياتي، نظرا انك كتكون الفوكس ديالك 100% على الخدمة، يعني ما كتبقاش شي حاجة اخرى كتلهيك، لا الماكلة لا الخروج لا انك تلاقى بالناس، فريمون كيكون الفوكس ديالك على العبادة وعلى العمل. داكشي علاش غادي ننصحك تعلم مهارة، المهارة اللي فريمون تقدر تعاونك، وما تسناش شي واحد يجي يعلمها لك. فريمون سد عليك في هذا الشهر 30 يوم ودير واحد التحدي مع راسك انه ما خصو يسالي هذا الشهر حتى تكون تعلمتي هذه المهاره. هذه ما كتهمش شنو هي المهاره مادام ان لها علاقه بالديجيتال او بالانترنت اون جينيرال او بالعالم ديال الويب. ممكن تكون التسويق الالكتروني، ممكن تكون ديزاين، ممكن يكون مونتاج، ممكن يكونوا بزاف ديال المهارات اللي مطلوبين واللي غيتزاد عليهم الطلب منا لقدام. داكشي علاش غنصحك تعول على راسك وما تسناش شي واحد يجي يوريك الطريق. عندك الانترنت وعندك كل شيء فابور، دخل جلس تعلم. داكشي علاش غنصحك تعول على راسك وعلى المهارات ديالك، لانه هما الحوايج اللي غادي يعاونوك من هنا لقدام. واحد الحاجه مهمه اللي انت ما كتردش ليها البال واللي هي اهم حاجه في هادشي، اللي هو العامل ديال الوقت. دابا ربما تكون عندك 17 18 19 حتى 30 عام، يعني عندك عامل الوقت. هذا عامل الوقت هذا خصك تستغله وتعلم به مهاره اللي غتقدر تفيدك من هنا لقدام، لان قد ما كنزيدو نكبروا قد ما كيزيد يقل عندنا الوقت، وقد ما ملي كتكون صغير كيكون عندك الوقت بزاف وما كتعرف شنو كدير به. فاهم حاجه اللي ننصحك بها دابا هي استغل هذا الوقت ديالك وتعلم مهاره اللي غتفيدك. فمثلا الى خدينا التسويق الالكتروني، ممكن تعلمو فابور دابا، ومن اهم المهارات اللي مطلوبه واللي مازال غتطلب منا لقدام، لان التسويق الالكتروني ممكن تسوق به البيزنس ديالك الخاص، ممكن تستعملو باش دير تسويق المنتج ديالك اللي يلاه باغي تبدا، ممكن تستعملو باش تعاون ناس اخرين يديروا لاشهار المنتجات ديالهم اولا المجالات اللي خدامين فيهم هم. غادي تسولني كي غندير نتعلم هذه المهاره اولا شكون غادي يعلمني هذه المهاره؟ الاستاذ اللي غادي يعلمك هذه المهاره كاين حداك دابا، اللي هو البي سي ديالك والانترنت. غادي تدخل اليوتيوب، غادي تكتب الاسم ديالي ايوب مرشيش، غادي يطلعوا لك بزاف ديال الفيديوهات بالتفاصيل الممله كيفاش تشتغل في مجال التسويق الالكتروني وتكتسب وتعلم هذه المهاره. دابا كل شيء عندك واجد، ما عليك غير توكل على الله وتبدا. تبارك الله عليك.